بمناسبة اختتام الشهر المريمي، انطلقت في بيت لحم مسيرة شارك بها عدد كبير من الشخصيات الدينية والرسمية وجموع حاشدة من المؤمنين، حيث جابت المسيرة شوارع البلدة. حمل خلالها المشاركون تمثال أمنا مريم العذراء مكللا بالورود. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. ترأس الأب جورج حداد قداساً احتفالياً بمناسبة انتهاء الشهر المخصص لتكريم السيدة العذراء بمعاونة الأب رامي عسكرية والأب ساندرو ورئيس الدير الأب لويس ولفيف من الكهنة والشمامسة، وذلك في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم. وبعد القداس الإلهي انطلقت المسيرة المريمية بحضور عدد كبير من الرهبان والراهبات والأخويات ورئيس البلدية الأستاذ أنطون سلمان وممثلي المؤسسات الدينية والاجتماعية والوطنية وأبناء المدينة والجوقة ومجموعة كشافة ترسنطا نسور المهد. ويقدر عدد المشاركين بالمسيرة بالألاف، حيث بدأت لتجوب شوارع وأزقة بيت لحم القديمة. تقدم المسيرة المريمية الصليب المقدس والأيقونة المريمية وتمثال لأمنا مريم العذراء مكللا بالورود ومحمولا على الأكتاف، والنسوة اللواتي نذرن أنفسهن بارتداء الزي المريمي والزهرات كذلك، والأخويات والمؤمنين وأهالي المدينة. كما تخللت المسيرة صلوات وترتيل تسبيحا وإكراما لوالدة الإله. ومرت المسيرة بشوارع بيت لحم القديمة التي زينت بصور لأمنا مريم العذراء. وانتهت المسيرة المريمية بالوصول لمؤسسة العمل الكاثوليكي، حيث أقيمت هناك صلاة عند تمثال لأمنا مريم العذراء، وأعطيت البركة للجميع، وأطلقت المسبحة الوردية في سماء بيت لحم. بسبب الظروف الحالية ما توقعنا أنه كل هالعدد من العالم، كثير كانت الكنيسة مليانة وكثير المشاركين في الدورة، دليل على الرغبة في سلام حقيقي على هاي الأرض، وإنه وكلنا أمورنا لشفاعة أمنا العذراء مريم تحمي هاي البلاد الفلسطينية وتعطيها السلام وتبعد الحروب بقوة الرب يسوع المسيح. فهذا اللي صلينا له اليوم وإحنا منشارك بهاي الدورة الجميلة، وإحنا منعلن محبتنا لأمنا العذراء ومنسلم أمورنا وحياتنا وأرضنا لأمنا العذراء مريم. يعني هالجمع الكبير اللي منشاهده في بساتين المؤسسة اليوم بدعونا للفرح وبدعونا لزيادة الإيمان وببث الأمل في قلوب الناس. حقيقة العذراء مريم هي أمنا كلنا، هي شفيعتنا، هي سلطانة السماوات والأرض، ودائما محبة العذراء في إلها موقع ومكانة خاصة مختلفة عن كل المحبة في العالم. العذراء هي شفيعة فلسطين وهي ابنة شفيعة بيت لحم، وتمثال العذراء اللي حملوه المؤمنون اليوم من كنيسة القديسة كاترينا وصولا إلى حدائق المؤسسة هو إن شاء الله أنه يشفع لمدينة بيت لحم ويشفع لفلسطين في هالأجواء وهالظروف الصعبة اللي منعيشها، والله يجيب السلام والمحبة إن شاء الله دائما. فيا والدة الإله تشفعي لأبنائك المتعطشين للسلام، لا تهملين يا حنونة، يا ممتلئة نعمة، بل خلصي عبيدك أجمعين، لنشكرك لدهر الداهرين، آمين. طول الشهر المريمي بكرم ستنا مريم العذراء وامنا، وباجي كل يوم على الكنيسه بحضر المسبحه والصلاه والقداس. والمزبوط كان علي ندر انه في ختام الشهر المريمي اني اشارك في الدوره والبس ثوب العذراء اكراما لمريم العذراء بيوم عيدها، وكل عام وانتم بالف خير. للنورسات مارلين الحدوه من مؤسسه العمل الكاثوليكي بيت لحم.